السؤال الأول، ليه أندية كبيرة زي ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وتشيلسي تعين مدربين بلا خبرة أو معرفة تكتيكية زي زيدان وسولشاير وبيرلو ولامبرت؟ السؤال الثاني بقى مهم برضو، ليه ما يعملوش كده؟ مساء الفل. في اواخر القرن 19 واوائل القرن 20، لما كانت اغلب الانديه اللي بنشجعها دلوقتي لسه بتتاسس، ما كانتش وظيفه المدرب واضحه قوي زي دلوقتي. انديه كتير جدا ما كانتش بتعتمد على مدرب اصلا، انديه كتير جدا كانت بتعتبر كابتن الفريق هو المدرب، ومن ادواره انه يوجه زمايله في الملعب. بالتالي الهيكل اللي كان بيتكون منه اي نادي للكوره كان بسيط جدا. كل نادي بيمثل فئه معينه في المجتمع، بيختاروا اداره تعبر عنهم، او ببساطه مجموعه من الاثرياء بيأسسوا النادي. وبعدين في فريق من اللعيبه اللي بتتعاقد معاهم الاداره دي، دوره تحقيق الانتصارات والامجاد، وفي الاخر جمهور المدينه اللي اشتراكاته بتمول العمليه دي كلها. لكن مع الوقت ابتدت الادارات تدرك ان التعامل مع العدد الضخم ده من الجمهور كل مباراه اصعب مما كانوا متخيلين. جمهور اغلبه من الطبقات الشعبيه والمتوسطه، متحمس، متعصب، محبط، غضبان، والاهم سكران. بالتالي مفيش اي حاجه تمنعه ان لو فريقه خسر ينزل يكسر الملعب على رؤوس اللعيبه وجماهير المنافس، او يوجه غضبه مباشره للاداره اللي هتبقى من وجهه نظره خدت فلوسه وضحكت عليه، وده اللي كان بيحصل فعلا. ومن هنا تم استحداث وظيفه المدرب. وظيفه المدرب في البدايات ما ظهرتش بسبب احتياج النادي لشخص افهم واعلم من اللعيبه، او عشان يتحكم في امور النادي ويديره فنيا وماليا ويجيب اللعيبه اللي هو عايزها. بالعكس، على مدار التاريخ كان نموذج المدير الفني المتحكم ده هو الاستثناء النادر في انديه الكوره، حتى الكبير والناجح منها. وظيفه المدرب نشات لهدفين رئيسيين. الاول هو امتصاص غضب الجماهير وتقديم كبش فداء مناسب لما النتائج تسوء، والثاني هو انه يدير غرفه الملابس اللي يضمن التوافق والانسجام بين اللعيبه. اما كل اللي نعرفه حاليا عن وظيفه المدرب فهو تطور مستحدث للوظيفه دي، نشأ عبر عشرات السنين بسبب رغبة المدربين دول في ان هم يتفوقوا على بعض ويحققوا مجد شخصي، لكنه مش هدفها الاساسي، وعمره ما هيكون هدفها الاساسي لسبب بسيط جدا. السبب ده هو ان واحد من المبادئ القليلة اللي ما اتغيرتش في اللعبة من اواخر القرن 19 لحد دلوقتي، هو ان قرار التضحية بالمدرب هو افضل قرار من الناحية الاقتصادية. الادارة هي الادارة ومحدش يقدر يغيرها غير بانتخابات، او يمكن ما يقدروش يغيروها خالص لو هم ملاك النادي، واللعيبة بيتطلبوا مبالغ ضخمة جدا التعاقد معاهم، ومن المستحيل تسريح 6-7 لعيبه مره واحده مثلا. المدرب هو العنصر اللقيط الوحيد في المعادله دي، بيجي ببلاش، ومن السهل تصديره اعلاميا على انه المخلص اللي هيحل كل حاجه، لانه اصلا الجماهير بتحب التيمه دي قوي، بتحب تختصر كل حاجه في شخص واحد، لان ده بيخلي التعصب ليه اسهل. بالتالي فلما النتائج تسوء من السهل الايحاء للجماهير دي ان المشكله كلها فيه، وان كل المشاكل هتتحل لما هو يمشي. يعني باختصار، وظيفه المدرب تم استحداثها كوسيله لالهاء الجمهور عن المشاكل الحقيقيه لو موجوده. شخص بيجي عشان تتم اقالته لاحقا. في الفتره ما بين 1899 و1993 كان في 1900 حاله اقاله في الكره الانجليزيه. وفي 2014 اصدر اتحاد المدربين الانجليزي تقرير بيقول فيه ان متوسط فتره بقاء المدرب في اي فريق بقى اقل من سنتين، وان اكتر من نص المدربين قعدوا اقل من سنه، المتوسط ده في الحقيقه اقل من كده ولسه بيقل لحد اللحظه، لانه في 2014 وقت صدور التقرير كان الرقم المتوسط ده متاثر بفترات طويله مدربين معينين زي ارسن فينجر في ارسنال وزي اليكس فيركسون في مانشستر يونايتد. رغم ان المنطق والتجارب السابقه بتقول ان اي مدرب حقيقي بصلاحيات حقيقيه محتاج ما بين 3-5 مواسم كامله عشان يقدر يعمل تغيير حقيقي، الا ان كره القدم ولحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي ما بتقيسش عمل المدرب بالمنطق والتجارب، بتقيسه بالعواطف. قد ايه الجمهور غضبان عليه او مبسوط منه، قد ايه اللعيبه بتحبه او بتكرهه، قد ايه طريقه لعبه مثيره او ممله بغض النظر عن نجاحها، الاعلام بيحبه ولا لا، كلها معايير عاطفيه او خضع للانحيازات. هنا طبعا هتقول لي بس الكلام ده كان زمان والكره اتغيرت كتير دلوقتي، وده خطا دارج في اعتقاد الجمهور بيخليه يسال السؤال اللي بدات بيه الحلقه، والخطا ده جاي من الصوره الذهنيه اللي بتيجي في بالك لما نقول مصطلح مدرب. انت بيجي في بالك مثلا ناس زي كلوب، جوارديولا، انشيلوتي، مورينيو، ناس كان ليهم بصمه تكتيكيه تقريبا في كل مكان راحوه. لكن هل سالت نفسك نسبه المدربين دول كم من كل مدربي اللعبه؟ هل المدربين دول هم القاعده ولا الاستثناء؟ او خلينا نقول السؤال اللي سالناه في بدايه الحلقه بصيغه ثانيه، ليه الانديه الكبيره بتتعامل مع كره القدم وكان المعرفه التكتيكيه مش اهم حاجه؟ ليه مدربين زي بوتشيتينو واليجري بقى لهم اكتر من سنه قاعدين في البيت رغم حاجه انديه كتير كبيره لمدربين؟ والاجابه بسيطه، المعرفه التكتيكيه الكبيره مش اهم.
اهم حاجه في الكوره فعلا، هي بقت اهم حاجه بالنسبه للمشجعين بس في عالم موازي منفصل عن الواقع. وده حصل لسبب وحيد، هو انها الحاجه الوحيده اللي بيتخيلوا ان هم قادرين يقيسوها عن طريق التحركات والتشكيلات والخطط والاحصائيات وغيرها. هي الشيء الوحيد اللي بيتم عرضه على الجمهور من خلال المباريات، لكن في الحقيقه اغلب عمل المدرب محدش بيشوفه ولا في طرق حقيقيه لقياسه. المدربين مش زي اللعيبه تقدر تقيس جودتهم بسهوله من خلال اللي بيقدموه في الملعب، وده اللي دايما بيخلي اللعيبه اهم من المدرب بمراحل. مستلح البلايرز باور او نفوذ اللعيبه اللي انت ابتديت تسمعه مؤخرا بعد اقالات مدويه زي مورينيو في تشيلسي ويونايتد، وزي بينيتيز ولوبيتيجي في ريال مدريد، وزي كوفاتش وانشيلوتي في بايرن ميونخ، هواش ظاهره جديده او مستحدثه، بالعكس هو ده الاصل في اللعبه من يوم ما اتعملت. بالتالي اهم ميزه من مميزات المدرب هي قدرته على التعامل النفسي والذهني مع اللعيبه، مش المعرفه التكتيكيه. بل ان كتير جدا من المدربين الناجحين تاريخيا وحتى دلوقتي بيبقى معاهم مساعدين اكتر درايه منهم بالامور التكتيكيه، وكتير منهم بيخليهم هم اللي يقودوا التدريبات ويحطوا التفاصيل التكتيكيه ويدرسوا الخصوم قبل كل ماتش. في الكتاب ده سوكرنومكس للعظيم سايمون كوبر وستيفن زمانسكي في فصل كامل بيسال سؤال صادم جدا لاي مشجع كوره، هل المدربين مهمين اصلا؟ كوبر وزمانسكي عملوا تجربه مهمه جدا، جابوا كل المدربين اللي اشتغلوا في الدرجات الانجليزيه الاربعه من 1973 لغايه 2010 لما صدر الكتاب، وقرروا يقيسوا عمل كل مدرب مقارنه بجوده اللعيبه اللي معاه، ببساطه عشان يعرفوا هو قد ايه المدرب مؤثر. فبيقيسوا عمل المدرب بالنقط اللي هو حصل عليها، وبيقيسوا جوده اللعيبه بمرتباتهم. طبعا هتقول لي ان احيانا بيبقى في لعيبه بتاخد مرتبات كبيره وما بتعملش حاجه، واحيانا العكس، وده صحيح لكنه ما بيستمرش فتره طويله. والهدف من ان هم ياخدوا عينه ضخمه بالمنظر ده مكونه من مدربين كتير جدا في مواسم كتير جدا، هو انهم يلاشوا هامش الخطا اللي بينتج عن الاستثناءات دي لما بتحصل. المهم ان زيمانسكي قرر يقسم المدربين لاوفر اتشيفرز واندر اتشيفرز، مجموعه حققت اكتر من المتوقع مقارنه بالمرتبات اللي معاها، ومجموعه حققت اقل من المتوقع مقارنه بالمرتبات اللي معاها. زيمانسكي كمان عقد التجربه اكتر عشان يلاشي اي احتماليه للغلط، فعشان يتاكد ان التفوق او التراجع اللي حاصل راجع للمدرب بشكل اساسي مش لعوامل عشوائيه زي الاصابات او الحظ او مستوى المنافسين مثلا، استبعد كل المدربين اللي قضوا اقل من 5 مواسم مع فرقه، وفي النهايه وصل ل 251 مدرب. بعد كده زيمانسكي ابتدى يقيم كل مدرب ويقارنه بباقي المدربين، واكتشف في النهايه ان عدد الاوفر اتشيفرز كان بيتراوح ما بين 40 ل 70 مدرب من اصل 251 مدرب قضوا اكتر من 5 مواسم مع فرقه واحده، يعني نسبه لا تتجاوز 28% في افضل الحالات. بل ان نسبه الاندر اتشيفرز كانت اقل من كده كمان، يعني اكتر من نص المدربين اللي قضوا 5 مواسم او اكتر مع فرقه معينه كانوا محكومين بجوده اللعيبه اللي معاهم. وكل ما كان زيمانسكي بيعيد التجربه ويقلل الفتره عن 5 سنين، كل ما كان نسبه الاوفر اتشيفرز والاندر اتشيفرز اقل من كده كمان، كل ما كانت النتائج مرتبطه اكتر بجوده اللعيبه. ده الاستنتاج الاول من استنتاجين مهمين جدا طلعتهم التجربه دي. وبالمناسبه هو مش استنتاج صادم ولا خارق للعاده، الواقع بقى كتير من المع عقول اللعبه اكدوا نفس الكلام. بعد موسم 17-18 في البريمير ليج، جاري لينكر سأل جوارديولا ايه الفرق بين اكتساح الدوري السنة دي وبين المركز الرابع في أول موسم. جوارديولا قال له بمنتهى الصراحة والعفوية والتلقائية وبدون تردد، الفرق ان بقى معايا لعيبه افضل ببساطه. طبعا ما حدش متوقع ان جوارديولا يكون قصده ان اللعيبه هي اللي بتعمل كل حاجه وهو ملوش لازمه، لكن الراجل وضح كلامه لما قال لينكر انت كنت لعيب وانا كنت لعيب وانا وانت عارفين ان كل التكتيكات والخطط والصريخ على الخط ملهمش اي لازمه لو مفيش لعيبه قادره تنفذ الكلام ده. نفس الشيء اكده براين كلوف، واحد من اهم المدربين في زمنه واكثرهم غرورا على الاطلاق. كلوف له عباره شهيره جدا بيقول فيها انا كتير بسمع ناس بتتكلم عن التكتكس وهي ما تعرفش تكسب جيم دومينو، بينما في الحقيقه اللعيبه هي اللي بتخسرك الماتشات مش المدربين. الاستنتاج الثاني المهم من التجربه دي بقى تدركه بمجرد ما تشوف القائمه النهائيه اللي وصل لها كوبر وزيمانسكي في الاخر، القائمه اللي سموها ذا سبيشال وانز، واللي بتجمع افضل الاوفر اتشيفرز في دورياتهم على مستوى الدرجات الاربعه في انجلترا، واللي لو بصيت عليها هتكتشف التالي: واحد، اغلب الاسماء اللي في القائمه مش بس ما حققوش انجازات ضخمه بمعايير المشجعين، ده انت غالبا ما سمعتش عنهم قبل كده اصلا. 2، والاهم بقى في السياق اللي احنا بنتكلم فيه، انه باستثناء ارسن فينجر ورافا بينيتيز فكل الاسماء في القائمه ما كانش التكتيك اهم مميزاتها اصلا. في الواقع بقى الحقيقه الوحيده اللي احنا متاكدين منها في القائمه دي ان اكتر من نصها
لم يتعلم اي شيء جديد ولم يجمع اي معرفه تكتيكيه قبل ما يبدا مسيرته التدريبيه. جون بيك مثلا ده درب بعد اعتزاله بسنتين، ديفيد اوليري درب بعد اعتزاله بسنه واحده، ستيف باركن درب بعد اعتزاله بشهور، وديفيد مويس مسك بريستون تاني يوم ما اعتزل اصلا. ستيف تيلسون كان مدرب طوارئ برضه زيه زي زيدان ولامبرد وسولشاير، بل ان كيني دالجليش وبوبي روبسون وبول سيمبسون وهاورد كيندل دربوا الفريق وهم لسه بيلعبوا فيه اصلا. وكل الناس اللي في القايمه دي بلا استثناء بدأوا مسيرتهم التدريبية وهم تحت سن الأربعين، يعني بالظبط نفس اللي كان بيحصل في أواخر القرن التسعتاشر قبل ما كل الناس دي تدرب بمئة سنة تقريبا. مئة سنة ومازال التقليد ده ناجح وفعال. والمشترك الأهم بين كل الناس دي حتى التكتيكيين منهم إن هم كانوا شاطرين جدا في المان مانجمنت أو علاقتهم مع اللعيبة، وأغلبهم كانوا لاعبين سابقين في نفس الفرق اللي دربوها. وده بقى هو الاستنتاج التاني المهم من التجربة دي، إن إدارة الفريق نفسيا وذهنيا اهم بكتير جدا من ادارته تكتيكيا. وبرده الاستنتاج ده اكد عليه مدربين كتير جدا بيعتبرهم الجمهور مدربين تكتيكيين. أليجري قال قبل كده ان الاهتمام بالتفاصيل التكتيكيه اكتر من اللازم في ايطاليا بيمنع اللعيبه الموهوبه من انها تؤدي بحريه، بينما ده الشيء اللي هو دايما بيحرص عليه في الفرق اللي بيدربها مع النجوم تحديدا، وسبق لديبالا وتيفيز وبوجبا ان هم اكدوا على جزئيه الحريه اللي أليجري كان بيديها لهم في الملعب. ناجلزمان وكلوب اكدوا اكتر من مره ان التكتيك اللي الجمهور مهووس بيه لا يتجاوز 30% من معدل النجاح. مورينيو نفسه اللي كان احد اكتر المدربين هوسا بالتكتيك حقق اكبر نجاحاته في بورتو وانتر لاسباب نفسيه وذهنيه اكتر منها تكتيكيه، لانه في الناديين دول قدر يوحد اللعيبه وراه ويقنعهم بالسياق اللي هو بيقدم فيه احسن حاجه عنده، سياق اننا اندر دوجز وبنحارب الخصوم والاعلام والجمهور والحكام والعالم كله ضدنا وبيكرهنا. في دراسه ثانيه المجموعه من علماء الرياضه في جامعه شيكاغو قالوا فيها ان المدربين في الرياضات الجماعيه بيبقوا مسؤولين عن 20-30% من قدر التحسن او التراجع في نتائج الفريق، مش اكتر من كده. 20-30% من التحسن او التراجع، مش 20-30% من نتائج الفريق عموما. بينما احنا كمشجعين دلوقتي بنعتبر المدرب مسؤول عن 100% من النتائج سواء كانت جيده او سيئه وايا كانت طريقه تحقيقها، لاننا كمشجعين بننسى دايما نفرق بين حاجتين مختلفين جدا عن بعض. اننا بنهري في التشكيلات والخطط والتكتيك طول الوقت لان هي دي الحاجه الوحيده المتاح الهري فيها، مش عشان هي اهم حاجه في الكون. عارف الفرق بينهم يا ابراهيم؟ وده كله يرجعنا لسؤال الحلقه اللي بدات بيه، وهنا طبعا انت هتمسك اقرب حاجه جنبك وتحدفها عليا لانك متخيل ان انا بقول لك الكلام ده كله عشان ابرر لك تعيين لامبرد وسولشاير وبيرلو وغيرهم، لكن الحقيقه مش ده اللي انا جاي اقوله لك، انا بس بوضح لك الفكره جايه منين واصلها ايه. بوضح لك انه المبدا نفسه منطقي حتى لو الامثله المذكوره دي ما كانتش تطبيق جيد ليه. فبعض الاحيان الادارات بتعين مدربين زي سولشاير عشان يبقوا كبش فداء قدام الجماهير حتى لو هم متاكدين من فشلهم، وفي احيان تانية بيبقى تعيين مدربين زي كده بيبقى هدفه الحفاظ على استقرار وهدوء اوضه اللبس والحصول على رضا اللاعبين فعلا. هتقول لي طب ده تطبيق فاشل للنظريه، هل في تطبيق ناجح بقى؟ اقرب مثال في دماغي حاليا هو بايرن ميونخ بطل اوروبا. طبعا مفيش اي مقارنه بين خبره فليك الاداريه والفنيه وبين خبره اي حد من اللي احنا اتكلمنا عنهم، عشان كده ده مثال ناجح، لكن المشترك هو جزئيه التعامل النفسي والذهني الناجح مع الفريق. يعني مثلا ناس كتير اتكلمت عن ضغط فليك الجنوني واسلوب لعبه الهجومي اللي فيه قدر كبير جدا من المخاطر، لكن الحقيقه اي حد يقدر يلاحظ ان الفرق بين الاداء مع فليك والاداء مع كوفيتش كان نفسي وذهني اكتر منه تكتيكي. فليك واللعيبه نفسهم اكدوا على الموضوع ده اكتر من مره، لكن احنا عمرنا ما بناخد بالنا من الكلام ده، ولما بنسمعه بنتجاهله، بل وبقى من الطبيعي ان احنا لما نسمع الكلام ده نتريق عليه ونسخر منه، لان مصطلحات زي الجرينتا والروح وشخصيه الفريق تم ابتزالها واستخدامها في غير موضعها اكتر من مره لدرجه انها بقت سيئه السمعه. لكن الانقلاب غير العادي اللي حصل في موسم بايرن ميونخ مع فليك لا يمكن يكون تكتيكي بس. في تحليله للانقلاب ده رافائيل هونغستين من دي اثليتيك ضرب مثال مهم جدا، قال انه احد اهم الفروق بين اداء المنتخب الالماني في مونديال 2010 ومونديال 2014 كان الانسجام بين اللعيبه. في 2010 كان الصراع على اشده بين لعيبه دورتموند ولعيبه بايرن في المعسكر، وده اثر بالسلب على اداء المنتخب في الملعب. في 2014 تم استحداث نظام جديد وسكنوا اللعيبه بطريقه جديده، حطوا لعيب من دورتموند مع لعيب من بايرن في معسكر طويل جدا قبل البطوله في البرازيل. هونغستين كمان قال ان اهم نجاح حققه فليك كان في الجزئيه اللي فشل فيها كوفيتش، جمع الفريق كله على هدف واحد، وانه الفرق اللي بتطبق نظام ضغط زي اللي بيطبقه فليك لا يمكن نظام الضغط بتاعها ينجح الا لو كان الفريق ده اصلا مترابط على المستوى الاجتماعي. نظام لا يمكن ينجح لو في اتكاليه او شلاليه او مجموعات منفصله، بالعكس ممكن يخلي اختراق صفوفهم من اسهل
ما يمكن. نفس الشيء ظهر في تصريحات اللعيبه والمدرب. سجل فليك الخارق اللي اتحقق بعد توقف يناير ب 25 انتصار وتعادل وحيد في الموسم اللي فات. فليك نفسه رجعه للروح اللي كانت موجوده في معسكر الدوحه اثناء التوقف. فليك قال نصا انه الاصرار والروح اللي اظهرها اللعيبه في المعسكر ده كانت السبب الاساسي اللي خلانا نحس ان احنا ممكن نحقق انجاز كبير الموسم ده. بعد النهائي والفوز على باريس، مولر وصف اللعيبه بانهم مجموعه من المجانين اللي مستعدين يعملوا اي حاجه عشان بعض. نوير قال ان دي امتع فتره في مسيرته وامتع مجموعه لعب معاها في حياته. كيميتش وصف الفريق بانهم مجموعه من الاخوه. هتقول لي دي مجرد تصريحات بتتقال من اي فريق بعد اي نجاح؟ اقول لك لا، في دلائل مهمه على ان الاداره النفسيه والذهنيه الجيده لفليك كانت سبب مباشر في نجاحات اتحققت في الملعب ولمعان بعض اللعيبه وتخطيهم للمتوقع منه. لو رجعت بالزمن لماتش فرايبورغ اللي هو كان سادس ماتش لفليك مع الفريق في البوندسليغا، الفونسو ديفيز صنع هدف من الجمله المعتاده اللي شفناها بتتكرر كتير. بيستلم في الثلث الدفاعي فبيضغط عليه فبيسند على الجناح اللي بينزل له في 1-2 سريع يدخله تاني جوه الملعب ويفضل يجري لغايه منطقه الجزاء وبعدين يعمل العرضيه. بعد الماتش ده فليك اتسال عن ديفيز وقال نصا ان هم ما تدربوش على الجمله دي لانه ما كانش فيه وقت، لكن ديفيز عملها لانه كان عايز يكسب وعايز يبقى مؤثر. والجمله دي على بساطتها يعني فضلت مستمره معاهم لفتره وديفيز صنع منها اهداف ثانيه. فاللي عايز اقوله لك يعني التكتيك مهم، مهم مفيش شك، لكن في تاريخ الكوره كلها كان في نجاحات كتير اتحققت من غير معرفه تكتيكيه كبيره ومن غير حتى اسلوب لعب محدد. في نفس الوقت نجاحات قليله جدا جدا اللي اتحققت من فرق ما كانش عندها نفس الروح دي ونفس الوحده دي. فانت ممكن تحقق نجاحات يكون للتكتيك دور كبير فيها وممكن لا، لكن الاكيد انك قبل ما تحقق اي حاجه هتكون محتاج ان الفريق اللي بتدربه يكون فريق فعلا، مش متقسم لعيبه كبار ولعيبه صغيرين وناس بتتعب وناس ما بتتعبش. التجربه العمليه اثبتت ان ده اهم، وانه مهما اتكلمنا في التفاصيل التكتيكيه وحللناها وفصصناها فهتفضل الحقيقه دي ثابته ما بتتغيرش. وحده الفريق بتداري عيوبه اكتر من الخطط والتكتيك والاسماء اللي في التشكيل. وهنا تبقى اخر سؤال، الانديه الكبيره هتفضل تقدم الضحك ده لحد امتى ما دام كده كده الامثله الناجحه قليله والامثله الفاشله اكتر بكتير؟ ما هو مش كل واحد هيجرب هيطلع له فليك يعني. هل تصدير نجم قصاد الجمهور هيفضل حيله ناجحه للابد؟ والاجابه لا طبعا، لانه الفرق الاهم بين اواخر القرن ال19 وبين دلوقتي ان كم المعلومات المتاح للجمهور بقى اكبر بكتير. في تقرير مهم ل442 في يناير اللي فات، اليكس هيس رصد ظاهره تزايد الغضب الجماهيري ضد ادارات الانديه، وحقيقه ان خداع الجماهير بتغيير المدربين الكتير ده بقى صعب، وضرب امثله وضحت ان الظاهره منتشره في اوروبا فعلا، يعني الى جانب الجليزرز في يونايتد والكرونكيز في ارسنال، فعندك فرهاد مشيري في ايفرتون، ومايك اشلي في نيوكاسل، بارتوميو في برشلونه، بيتر ليم في فالنسيا، احتجاجات عمال مصانع فيات ضد انيلي بعد ضم رونالدو، تظاهر جماهير ويست هام ضد ديفيد جولد وديفيد سوليفان، ابن توم هيكس مالك ليفربول ما بين 2007 و2010 تعرض للبصق على وجهه في واحدة من الحانات في ليفربول، بينما ده كان موقف مستحيل يحصل مع روي هودسون مثلا اللي كان مدرب الفريق وقتها رغم سوء مستواه. الوضع ابتدى يتقلب، في صراع حاصل بين المشجعين الجدد اللي عايزين صلاحيات كبيره للمدرب عشان يقدروا يحاسبوه ويبقى مدرب بالمعنى العصري، وبين الادارات اللي عايزاه يبقى مجرد مسير لامور الفريق بالمعنى القديم للوظيفه. يعني السلاح اللي استخدمته الادارات طول السنين اللي فاتت دي لخداع الجماهير ابتدى ينقلب ضده، لانك لما تجيب مدرب عشان يدير اوضه اللبس بس وما تديلوش صلاحيات ضخمه ولا تدعمه بالشكل الكافي، وكمان ما يبقالوش بصمه تكتيكيه واضحه قوي او معرفه تكتيكيه ضخمه تخليه اوفر اتشيف بشكل يستشعره الجمهور، فببساطه تركيز الجمهور هينتقل على الادوات اللي معاه، وهيبتدوا يسالوك ليه ما عندناش لعيبه افضل تساعده وتعوض نواقصه، وهيلوموك انت على ده، ويطالبوك بتدعيمات اكتر عشان ينجح، واللي هو في حالات معينه زي مانشستر يونايتد مثلا كان الشيء اللي الاداره بتعين سولشاير عشان تتجنبه اصلا. ويبقى السؤال، لاي مدى ممكن الجماهير تكون مؤثره في اجلاء مالك جشع او مدير فاشل عن ناديها بعد ما تبتدي تدرك الحقيقه؟ اشوفك الحلقه الجايه، السلام عليكم.